تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات، تتواصل الابداعات. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان اينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم وبحضراتكم مع هذه المنافسات الصباحيه التي تحمل هجن ابناء القبائل. ينطلق شوطنا التاسع والخاص بالابكار، هنا ايضا اللقايه والثلاثه كيلومترات مباشره مع الصداره، مباشره مع الواعيه خليفه بن عبد العتيق. الرميثياتي على المقدمه ويقدم لنا انطلاقه الواعيه، بينما المركز الثاني الشامخه دكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ، هذا المركز الثاني والمركز الثالث. شوف القادمة والمتدخلة في هذه اللحظات، جود فارس بن سهيل اليابوني ياتي مع جود مع المركز، هنا ايضا الثالث المركز الرابع. شوف الوصول وشوف الحضور في هذه اللحظات من شعارك يا بن تريم، قادم في هذه اللحظات مع اليازي عبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي، خذ المركز الرابع في هذه اللحظات مع هذه المنافسات الكبيرة التي تحمل سن اللقاء، ابداع اللقاية. يا سلام، نعود مع الرقص، نعود مع المقدمة، نعود مع الواعية. خليفة بن يمعة بن عتيق الرميثي ياتي على الصدارة، ياتي على المقدمة ويقدم انطلاقة الواعية على صدارة هذا الشوط، ولكن هذا اللي غيرت الظبي عبد السلام بن راشد المزروعي، يقدم الظبي بدأت تغير هنا المسار، بدأت تغير المسار لتنطلق على الصدارة في هذا المسار المستمر. أيضا القادمة الشامخة والدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ ياتي مع الشامخة مع ثاني المراكز، المركز الثالث هذه الواعية. خليفة بن يمعة بن عتيق الرميثي قادم مع الواعية مع المركز الثالث، المركز الرابع شعارك يا بن تريم مع اليازي عبد العزيز بن سلطان بن تريم الاكتبي. وصل بو راشد مع متعبة عوض بن راشد بن حرقوس العمري ياتي ويقدم شعاره في هذا المسار وبهذا الإبداع الكبير مع متعبة مع المركز الثالث، ولكن نعود مع الظبي مع مقدمة هذا الشوط، مع مقدمة هذا الانطلاق. عبد السلام بن راشد المزروعي ياتي على المقدمة، ياتي على الصدارة، ينطلق مع الظبي مع بداية هذا المسار. الدكتور مع المركز الثاني مع شامخة، الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ تحرك بورا ثالثا على ظهر متعبة في هذا المسار المستمر. يا سلام بدأت الحركة ما بين هالأسماء، ما بين هالشعارات، الشامخة ولا متعبة، الشامخة ومتعبة، والظبي من الجانب الآخر، الظبي من الجانب الآخر، ولكن متعبة وشامخة لمن ناموس هذا الشوط، أبناء السلطنة. يا سلام الشامخة ولا متعبة الشامخة في اللحظات الأخيرة. الدكتور سعيد بن سالم علي الشيخ تهانينا وناموسة. المركز الثاني عوض بن راشد العمري، المركز الثالث كانت مشاهد العزاء الظبي عبد السلام هنا أيضا بن راشد المزروعي، والمركز الرابع بين حيله الأعضاء خط النهاية، 4:42 التوقيت المرافق لهذا الشوط.